السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك سيدي حبيبي رسول الله. بعد أفضل سلام وأفضل صلاة على حبيب سيد الخلق، سيداتي سادتي أنساتي. طبعا الفيديوهات أنا أحب دائما أتكلم عن مواضيع الأمان، لأنه يهمني سلامة وحياة الناس وأمانهم، وكرما منكم أخواتنا دحين جداد في هذا الموضوع. فهذا الفيديو يونيسكس للرجال والستات، لكن يعني يمكن كرما منكم حابين نرحب بالستات، فحاطط لهم اللوجو حق الستات لانه يعني يهمونا كثير سلامتهم. فانا بتكلم اليوم على موضوعين. الموضوعين دول كان لو بشكل سابق قبل كم سنه كان ممكن ناخذهم بشكل منفصل، لكن مع تقدم التكنولوجيا ولا التقدم الحاصل الحين صارت انظمه البوش ولا المانيتي مانيري او اي نظام الكتروني موجود بيستخدمه في السيارات صار موحد، بحيث انه بيجمع بين اجهزه الثبات الالكترونيك ستابيليتي سيستم الاي اس سي ونظام الاي بي اس اللي هو انتي لوك او انتاي لوك بريك سيستم، جهاز منع الانغلاق او الانزلاق. اليوم حنتكلم على الجهازين وحنشرح لكم هما. فخلينا نبتدي نقول بسم الله بالاي بي اس، سمعونا كده صلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلينا نكسب كده ايش البركه كلنا. الاي بي اس جهاز اللي قلت اختصاره انتي لوك بريك سيستم، بطريقة سهلة هقول لكم وحنوريكم الفيديو. ومشكورين جدا 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 جماعة المجدوعي، بصراحة قلت يا جماعة الخير بدور على فيديوهات حقت سلامة أمان إرباقات حوادث الصدم كذا كذا، ما شاء الله على طول بعت لي فوق 1 جيجا بايت قعدت أنزله حوسة قبل ما نزلت كمية 10 فيديوهات، فإن شاء الله كلها جاتكم بإذن الله حسب المفيد فيها وحسب اللي تكلمنا عنه قبل كده. فأعلى قال في عندنا 8 إلى 10 فيديوهات إن شاء الله نتكلم فيها. الآن ABS، تخيلوا انت الموقف انك انت حنشوفه الان في الفيديو، انت ماشي بخط مستقيم. فايام زمان لما في بعض السيارات للاسف اللي قبل 2017 ما فيها اي بي اس اجباري، فلما تضرب فرامل وانت ماشي بخط مستقيم بسرعه 120 80 خط فيه مويه فيه زيت فيه تراب في الاسفلت، يعني كل دي مواضيع يعني للاسف حتى بعض السيارات يمكن في قشره موزه ممكن تتزحلق لدي الدرجه. فلما تكون ماشي تلف الدركسون يمين وشمال كفرات قفلت، بتصير الحرق الكفر من ناحيه واحده، فتلاقي حتى ربنا ينجي الكل لما تطلع من المشكله دي او وقفت قبل ما تصدم تلاقي الكفر انحرق من ناحيه واحده صار املس، ومن الناحيه الثانيه اخذ الشكل البالون او الدائري. فهذا النظام بيفتح ويقفل الكاليبرات الستات، معلش احفظوا معنا الكلمات هذه شويه. عندنا القرص الدائري اللي جوا يسموه هوب او ديسك، وبعدين عندنا الجنط اللي هو الكفر الحديد، بعدين عندنا الكفر المطاطي. فعشان تعرفوا الفرامل برضو عندي شرحت لكم على الفرامل، والزيوت هتلاقوا اشياء كتير شر. لما تدعس الفرامل هيتلاقي الدعس الفرامل هتلاقوا انه بتتحرك بالضغط حق الزيت زي يسموها كاليبرات زي الايادي، فيها اقمشة فرامل من جوا ومن برا تمسك في الدسكات هذه عشان يصير الاحتكاك، فبصير حرارة من نتيجة الاحتكاك. لكن نتيجة الاحتكاك ده انه بتقل سرعة السيارة وبتوقف قبل ما لا سمح الله انها تصدم. فهذه بمنتهى البساطة ناخذكم حكمل معكم الخطوات الجاية بالكامل، ما حسيبكم الين بإذن الله تفهموا السيارات بالطول وبالعرض وتفهموا التفاصيل، زي ما شاء الله الشباب عندنا خبرة منهم كثير. أنا متأكد إن في الستات في خبرة بس بنسبة أقل، فحناخذكم الين توصلوا للنسبة العالية دي. رجعت لموضوعنا، رجعت لموضوعنا. لما تضرب الفرامل تبتدي الكاليبرات تشتغل، فإذا قفلت حيصير الزحلقة اللي بنتكلم عنها، فتفتح وتقفل الكاليبرات هذه ومن 35، طبعا احنا الحين وصلنا بوش 9 الجيل التاسع، فتلاقيه بتفتح من 35 ل 53 مره في الثانيه الواحده. احيانا واحد بيضرب فرامل بقوه اكرمك الله يحس بنبض، خصوصا قفل الفرامل يحس احيانا بنبض في دعاسه الفرامل بيزغزغ كده زي نبض الكهرباء في الرجل تحت، هو هذا الاي بي اس بيشتغل ويقفل. فبالشكل ده الواحد يتفادى الحادث قدام. فكيف بيتفادى طبعا قلنا الواحد بيتفادى الحادث، بس كيف بيتفادى الحادث؟ اول شيء لما منعنا حرق الكفر من ناحيه واحده فصارت الفرامل او السياره بتفرمل في مسافه اقصر، وبدل ما انه عندنا عمليه انجراف انزلاق زحلقه فقدان سيطره في التوجيه، انك انت بتحرك الدركسون يمين وشمال والسياره ما بتتحرك معك وانت طالب انه السياره تتحرك معك زي المسطره، فبالاي بي اس السياره بتتحرك معك بشكل افضل، فعندك السيطره على السياره وانت مفرمل وفي نفس الوقت بتفرمل في مسافة أقصر. فبشكل زي ما شفتوا الفيديو الله يسلمكم، السيارة الآن كسبنا من الاي بي اس إنك أنت وأنت بتفرمل ما زلت مسيطر على السيارة بدقة، أو ما زلت مسيطر على السيارة بدقة في توجيهها يمين أو شمال، والفرامل بتشغل بأقصى سرعة ممكنة بأقصى طاقة وقوة ممكنة، وبتفرمل في أقصى مسافة في أقصر
مسافة فرملة ممكنة. فكسبت عصفورين حجر واحد، قفلت الفرامل، وقفت مسافة أسرع، وما زالت السيطرة عندك، ما فقدت السيطرة. عشان كده يسموه ABS Anti Lock Braking System، جهاز منع الانغلاق أو الانزلاق، لأنه نتيجة لما تنقفل الكفرات بيصير عندك انزلاق وزحلقة، فبتكسب الحكاية دي إنك بتسيطر على السعر. خلصنا من ABS، ندخل جهاز التحكم في التماسك، أو جهاز التماسك الإلكتروني، الثبات الإلكتروني. هذا الجهاز الله يسلمكم، قبل ما نخش الشرح وقبل ما نشوف الفيديو كمان، قبل ما نشوف الفيديو خلينا نوضح لكم شيء مهم. السيارة أربع كفرات، فإذا دعسنا الفرامل أكرم كلها برجلنا، الجهاز الإلكتروني الذكي في السيارة بين توزيع الطاقة حقة المحرك، العزم حق المحرك، الأحصنة، بينه بوجهها سواء السيارة دفع أمامي أو خلفي أو رباعي، بيوزع الطاقة حسب احتياج الكفر وتماسكه مع الأرض، لأنه أجهزة إلكترونية بتقيس السرعة، الزوايا حقة الدركسون، درجة الجو، الحرارة، الفرامل، الكفرات، فبتقيس كل شيء. ففي عنده كمبيوتر، سوبر كمبيوتر ذكي. كنت دائما أقول للناس أيام زمان السيارات عبارة عن سيارة وفيها فيوزين ثلاثة، الآن السيارة عبارة عن سوبر كمبيوتر طالع له أربع كفرات، فمما يستلزم تعقيدات إضافية لحماية حياتك ومنها كمان لنفس الشيء. سيارات أيام زمان كانت تعيش 20 سنة، الآن الوضع اختلف شوي، لأنه يهمهم صرفية البنزين، انبعاثات السامة، وحياتك وسلامتك بالمقام الأول على عمر السيارة الافتراضية. الآن السيارة ماشية وجهاز التحكم في التماسك، اضطريت أحد سقط عليك، أحد فرم عليك، دفعة واحدة مفاجأة. عشان كده بنقول يا أخونا سيبوا الجوال، يا ستات سيبوا، يا رجال سيبوا الجوال، ويا ستات الله يرضى عليكم لا تتشغلوا بأي حاجة تانية، في الطرحة أو في المكياج أو في النظارة أو في الجوال، زي ما شرحت لكم في الفيديو الأول. فأنت الآن حالة رعب حصلت قدامك، مفاجأة في عشر الثانية، أجزاء من ألف من الثانية، صار ظرف معين، واحد سقط عليك، واحد بتفاعل، واحد أي مصيبة صارت. الجهاز ده إيش بيسوي؟ إذا أنت متنبه واعي، ضربت فرامل وحركت الدركسون بتحاول تتفادى، مع الزوايا ممكن ترى انه السياره تفلت منك، تزحلق يمين، او احيانا تخش يسار، فعلا دخلت معك السياره يسار، بس لما جيت رميت يمين ثاني مره عشان تتفادى العائق اللي قدامك، يبتدي السياره تفلت معك، تروح بالعرض، تتزحلق، لانه ما فيها اي بي اس، او ما فيها جهاز تحكم في الثبات، او الجهاز قديم، او الكفرات متاكله، في شيء كثير. لكن نفترض انه كل الامور سليمه وسرعه قانونيه، وانت ماشي بكفرات جديده وسليمه، هنا الجهاز بيبتدي يوزع بين الكفرين او الاربع كفرات حسب سارة دفع خلفي او امامي او رباعي، او في الرباعي بين الاربع كفرات، بيبتدي يوزع العزم يتحكم في السارة عن طريق الديفرنس. الديفرنس يا ستات او شباب اللي ما عارف، عبارة عن جهاز الكتروني او ميكانيكي يوزع الطاقة بين كل كفر، لانه السارة ما هي ماشية محتاجة انه خلاص 25% في الكفر قدام، 25% في الكفر الثاني اليمين اليسار، 25 ورا ويمين اليسار، 25 صارت 100%، لا، بده يتوزع النسبة حسب احتياج الكفر والسرعة والثبات. فهو بيوزع الطاقة على الكفرات حسب الاحتياج اللي كل كفر محتاجه، انا بخمسة حصان، ابغى 20 حصان، ابغى 50 حصان. وفي نفس الوقت لما يتدخل بيبتدي يفرمل كل عن طريق الـ ABS، اللواقط حقت الـ ABS السنسرز، بيبتدي يفرمل الكفر اللي قدام اليمين، لا ابغاك تفرمل تقفل بالكامل، الكفر اليسار ورا ابغاك تقفل بنسبة 95%، اليمين هنا، عشان بدون ما ادوشكم في الارقام، بيعطي كل كفر نسبة الفرملة او نسبة العزم المطلوبة عشان يثبت السيارة، هو يلعب معك في توازن السيارة وفي الفيزياء، يثبت لك هي، فتطلع من الحادث بحمد الله بدون حوادث وبدون زحلقة وبدون شيء. فهذا بطريقة مطولة شوية، وفيها الفيديو شرحنا لكم عن طريقة جهاز التحكم في التماسك والثبات. أتمنى أن قدرنا نساعدكم شوية اليوم، آسف إذا طولت عليكم، آسف إذا لخبطتكم، لكن قدامنا كثير فيديوهات وخطوات كثير. أنا حوصل معكم لسواقة السيارات، بس الآن ما بخش على سواقة السيارات، أبغى أخذكم خطوة خطوة، تفهموا إيش اللي موجود في السيارة، إيش اللي محتاجين يكون في السيارة، إيش اللي موجود في السيارة، حنبني شوية الدور الأول، الثاني، الثالث، لين نوصل العاشر، بعدين ندخل في السواقة. السواقة سهلة ويبغى لها تمرين وممارسة، ما هي خلاص خدني جيتك يلا، لا، تمرين وممارسة، تمرين وممارسة، حتلاقوا الواحد ما في حد ما غلط، ومع الغلط إذا تمرنا الآن شوية شوية حتقل الغلط، وخصوصا إذا الواحد واعي وبراعي كل أمور، وإذا طبقنا المفهوم اللي قلت لكم عليه حق الجلوفز، الجوانتيات في الفيديو السابق. ختاما شكرا لكم، وشكرا للسادة شركة المجدوعي هيوند، وكيل هيوند جينيسيس في المنطقة الشرقية، ما قصر الجمعة معنا، وإن شاء الله كده إيش يعني، شكرا لمتابعتكم، من إن كان من الشباب أو الشابات، خبراء السواقة أو مقبلين على السواقة، فشكرا لمتابعتكم، والفيديوهات الثانية كثير، شكرا.